الركن الأول من أركان الإسلام. İslam'ın en birinci rükû önemli. Şehadet. أشهد. تقول أشهد. ما معنى أشهد؟ كولك. بقول كولك. من كولك قلامن دين مانسين. يعني أقر بقلبي. يعني معتقد لا أشك 1% ناطقا بلساني عاملا بجوارحي. نعم. بقول مانسين قلامن دين كولك قلامن دين جروك من تصدق تايمن. يعني جروك من إيش بير كشينك كفن داي داك شيك çok. أنا تلمين داي تامن جانا عمل دار مين أنا تصدق تايمن. ألا أحد يستحق أن يعبد إلا الله. كل ما عبد من دون الله عبادة باطل. الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام والصالحين والأحجار والأشجار والشمس والقمر. والله لا يستحق أن يعبد. الذي يستحق أن يعبد هو الله. يعني bunda manisqanday deginde Allah'tan başka hiç kim ibadatqa tatıqtı emeski. Allah'tan başka kimge sığınmasın anın bari tura emes batıl dep bilebiz. Kim bol bolsun al degen paygamberler bol bolsun perişteler bol bolsun cin bol bolsun gün bol bolsun başka nersin bardı biz tura emes dep bilebiz. لابد في لا إله إلا الله حتى تكون قائما البناء لا إله إلا الله هذا حتى يستقيم لابد من ركنين لا إله نافيا جميع ما عبد من دون الله إلا الله مثبت عباد الله وحده لا شريك له. إمي وشل لا إله إلا الله كبرلوه ترى بولشون ترشون بول يسقطوا مثلا يترقان ده يكى تركو كو ترقان سقطوا لا إله إلا الله ترقان ده يكى تركو كو بول دهين بريتشي دهين لا إله هذا دهين دي Allah'tan başka kimge ibadet kılmasın bağırdın, joko çıkar o. Cana illa Allah deyin o şu ibadetka cavası Allah tatıktı deyip tasdıktı o. Naam. Ve neşhed enne Muhammeden aleyhissalatu vesselam huve abdun la yu'bed ve rasul la yukezzeb aleyhissalatu vesselam. Cana gördük olandağı bu Muhammed deyip sallallahu aleyhi ve sellem Allah talanın elçisi deyip tasdıklayız. Cana Allah talanın bu pendesi deyip biliyoruz. Kokulu deyip biliyoruz. Naam.